ست سماح زوجها كان نادر يذبحه لابنه، نادر يذبح عجل، لكن عايز دلوقتي يجيب مكانه لحمة ويأكيل يعني بنفس الأوزان. يا أختنا الفاضلة، النادر عبادة بيوجبها الإنسان على نفسه، لله علي كذا، يبقى أنا أوجبت علي الشيء بصفته ووضعه اللي أنا قلته. أنا قلت عجل أنا أذبح كذا، يبقى بيجب علي الوفاء بالنذر وفق ما تم التلفظ به. طب لو الإنسان ما قدرش الوفاء به، يبقى عليه كفارة يمين، وبعد كفارة اليمين يقدر يوفيه بالصورة، أو عايز مش يوفي بقى النذر، يعمل اللي هو عايزه يعني في الصورة اللي هو عايزها، يطلع لحمة، يعمل أي شيء تاني، ما فيش مشكلة، ولكن عليه كفارة يمين ليتحلل مما أوجبه على نفسه.